في الرابع من يوليو من عام 2019 استغنى الأهلي بشكل رسمي عن خدمات اللاعب نيكولاي ستانشي، وبعدها اللاعب عاش ما عاش ومر بتجارب مختلفة سواء في أوروبا أو الصين، حتى وصلنا لصيف عامنا الحالي عام 2023. ومع التطور الكبير اللي صار في دورينا رجع نيكولاي ستانشي من جديد لبوابة الدوري السعودي، ولكن هذه المرة ما رجع من بوابة الأهلي، هذه المرة رجع من بوابة نادي ضمك. ومن أول لحظة لنيكولاي ستانشي ومع نادي ضمك لاعب لعب 6 مباريات بشكل أساسي في الدوري. خلال هذه 6 مباريات ضمك ما تعرض إلا الخسارة واحدة بس، كانت قدام النصر بعد مباراة ملحمية كبيرة قدمها نادي ضمك، كان بوجهة نظري على الأقل يستحق أنه يطلع منها بتعادل، تحديدا بعد الفرص التاريخية المهدرة في الشوط الأول. وخلال هذه الفترة وبعد يعني هذه الصفقة ضمك لعب 5 مباريات مختلفة، انتصر في 3 منها وتعادل في 2، والثنتين هذول اللي تعثر فيهم كانت واحدة منهم قدام متصدر الدوري الهلال، والمباراة الثانية اللي تعثر فيها نادي ضمك كانت قدام صاحب المركز الثالث التعاون. وضمك هو أحد الأندية اللي لا زال محافظ على الإحصائية المميزة هذا الموسم، وهم 4 أندية فقط يمتلكون هذه الإحصائية، وهي عدم الخسارة على أرضهم وبين جمهورهم. من هذول الأربع أندية عندنا الهلال، وعندنا الأهلي، وعندنا التعاون، وفي الختام ضمك متواجد في هذه القائمة. بوجهة نظري الشخصية مباراة الغد هي أهم مباراة باقية للأهلي في الدور الأول من ناحية شدة الخصم ومن ناحية صعوبة الفريق اللي راح تواجهه صعوبة الأرض، ولكن الأهلي دائما بإذن الواحد رحد بمن حضر وقادر ينتصر على هذه الظروف كلها. فقبل ما ندخل في جميع تفاصيل مباراة الغد بعد هذه المقدمة على السريع، اطلع واشترك وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديدنا اول باول. بدأنا رحلة 200,000 وانتم قدها باذن الله، واضغط زر لايك عشان يوصل هذا المقطع لاكبر عدد من الاشخاص، وصلي على نبينا محمد. وخلينا نبدأ يوم الغد الساعة 9 بالتحديد، راح يلعب الاهلي واحدة من اصعب المباريات له فيما تبقى من الدور الاول، اتكلم عن مباراة ضمك واللي راح تكون خارج أرضك، واللي بعدها راح يكون في توقف 2. هذه المباراة من أبرز مميزاتها أنها راح تشهد ولله الحمد عودة روجر إيبانيز من جديد لتشكيلة الأهلي، وبنفس الوقت عودة عبد الباسط هندي. وهذه المباراة أنا أتوقع أنه هذا بالنسبة لي شخصيا يعني أمر واضح لنا جميعا، يعني أنا ومتأكد أنه كل شخص يتابعني من خلف هذه الشاشة متفقين على هذا الموضوع ومتفقين على هذا الرأي، وهو أننا منشوف روبرتو فيرمينيو بشكل أساسي في مباراة بكرة. الله يرحم ابوك يا ماتيس يايسلا. في البعض يقول ان مباراة الرياض مش مقياس، طيب نجرب نشوف الفريق بدون روبرتو فيرمينيو قدام ضمك اللي بوجهة نظري من اصعب الخصوم هذا الموسم. لا يغرك الفريق في المركز 11 حاليا، بس ضمك تحسن كثير بعد ما كان في المركز تقريبا قبل الاخير قبل قدوم ستانشيو، بعد قدومه وصل للمركز 11 وممكن يوصل لاعلى واعلى في الفترة الجاية. فضمك وارضه شيء مو بسهل ابدا، والهلال عانى من هذا الشيء. فرصة انك لسه تعتمد على نفس تشكيلتك وفي نفس الوقت تضيف لها التحسينات اللي راح تصير في الخط الخلفي. اتمنى من الان الله يرحم ابوك يا ماتيس يايسلا فكنا من روبرتو فيرمينيو. روبرتو فيرمينيو على العين والراس، بس حنا ما نبغى نظلم ولا نبغى يظلمنا، خليه على دكة البدلاء ونكمل بنفس النهج اللي قدمناه في المباراة اللي راحت. نجحنا حلو كذا، نكمل على هذا التكتيك للمباريات الجاية، لانه كل اللي باقي لك على نهاية الدوري ما قبل التوقف الطويل اللي راح يصير تقريبا لمدة شهر ونص بسبب بطولة آسيا هو 7 مباريات. فتخيل انك تبني تكتيك ناجح لـ7 مباريات قدام، وبعدها عندك شهر ونص كاملين تبني عليهم الشكل الجديد للفريق مع الصفقات الجديدة اللي راح تتم في الانتقالات الشتوية ومع المعسكر اللي بإذن الله راح يصير في فترة التوقف. أرجوك كمل على نفس قناعتك تجاه روبرتو فيرمينيو وفكنا منه هذا الشيء، انا اعتقد متفقين عليه جميعا. ومرة واحدة بحكم انك وصلت لهذه النقطة من المقطع، اذا لسه ما تابعتني في حسابي في تويتر فظهر لكم الحساب عبر الشاشة، تشرفني هناك. وش التشكيلة الأنسب للأهلي في مباراة بكرة؟ بوجهة نظري مباراة ضمك كمل بنفس التكتيك قدام الرياض ونفس التكتيك في المباريات السابقة، لكن مع تعديلات بسيطة على التشكيلة. حراسة المرمى إدوارد مندي، في الظهير الأيمن بسام الحريجي وعبد الله العمار استقرار على الأظهرة. قلوب الدفاع يهمني شخصيا أشوف إيبانيز مع ريان حامد، أنا شخصيا ودي أشوف هذه الثنائية. شكرا عبد الباسط هندي، أخطأت في مباراة الهلال وأخطأت في مباراة أبها، ما راح نقول أنا غفرنا لك أو يعني مثلا يعني محينا كل الشيء اللي سويته في الفترة اللي راحت، لكن نبغى نقول انه احنا نبغى نجرب ريان حامد اللي طلع بكلين شيت قدام الرياض وقدم لنا مباراة ممتازة من ناحية افتكاكات واعطانا بوادر جيدة. ما اقول انه ريان حامد افضل مدافع سعودي، ولا اقول انه عبد الباسط اسوأ مدافع سعودي، لكن اقول انه هذه امنية شخصية اني انا ودي اشوف ريان حامد مع روجر إيبانيز
كثنائية. ممكن هذه الثنائية تنجح وتكمل فيها حتى نهاية الدور الأول وتفيد فريقك، خاصة أن ريان حامد هذا اللاعب يمتاز أنه يمتلك جرأة عالية، وفي نفس الوقت هذه الجرأة ممكن تكون انها نوعا ما ناجحه مثل جراه محمد المجحد في الافتكاكات. خط الوسط امنيتي يكون كالتالي: محمد المجحد مع فران كيسي. فران كيسي حتى هذه اللحظه ما تاكدت مشاركته من عدمها، ممكن مع نزول المقطع يكون تاكد انه راح يشارك او لا، لكن بوجهه نظري فران كيسي هذه المباراه لازم يشارك فيها باي شكل كان. بتقول انت بتخاطر في اللاعب والى اخره، انا بقول لك فران كيسي انا خاطرت فيه في مباراه الرياض، خاطرت فيه في مباراه ابها، والى الان اللاعب سليم ما شاء الله تبارك الله. هي اخر مباراة قبل التوقف اللي راح يصير لمدة أسبوعين، فران كيسي أنا أحتاجه بس على الأقل لمدة 55 دقيقة مثل المباراة اللي راحت. فران كيسي أعطاني 55 دقيقة قدرت خلالها أحسم المباراة ولله الحمد، أعطيني نفس الشيء بكرة 55 دقيقة وبعدها خذ راحتك يا فران كيسي، والله لو تسافر وين ما تسافر أنا معاك وداعم لك وكل شيء، واستريح في بيتك وحنا بنفسنا نجيب لك العشاء ونجيب لك الأكل ونجيب لك اللي تبغاه، بس مباراة بكرة العبها بشكل أساسي وأعطيني نفس المستوى اللي قدمت لي إياه في المباراة الأخيرة والأسست الخيالي اللي أعطيته لرياض محرز، وأنا بقول لك شكرا لك يا كيسي وخذ إجازة وكلنا داعمين لك في هذه الإجازة. هذه أمنيتي: مجحد كيسي فيجا، نكمل على نفس الثلاثية: محرز يمين، مكسيمان يسار، فراس البريكان مهاجم. أعتقد أنه هذه التشكيلة لو دخلنا فيها بإذن الواحد الأحد أننا قادرين نهزم ضمك رغم صعوبة هذا الخصم، رغم أنه يمتلك عدد خطير من اللعيبة أبرزهم نيكولاي ستانشو لاعبنا السابق، تتكلم عن كود الجناح وعدد من اللعيبة المميزين، حتى الخط الخلفي في ضمك يعتبر من الخطوط الصعبة في الدوري هذا الموسم، لكن وجود هذول الأسماء أعتقد أنه ما راح يخلي عندك أي عذر أنك ما تقدر تهزم ضمك، لأنه إذا أنت كنت فعلا يعني تبغى تكون منافس على الدوري وتبغى على الأقل في نهاية هذا الموسم تطلع بمركز آسيوي، أنت لازم تهزم النادي اللي مثل ضمك والنادي اللي مثل فيحاء وهذه الأندية وما تتعذر بأي ظرف. مباراة بكرة طبعا هي فرصة حلوة، الفخر العرب رياض محرز، يعني انا اعتقد اغلب اهل الجزائر دائما يقولون متى يجي بس الشتاء وتشوفوا رياض محرز. طيب ابشرك بكره الاجواء في الجنوب بارده جدا، مدينه ابها يعني من ابرد المدن في المملكه، واكيد انتم عندكم درايه بهذا الشيء. فرياض محرز واجواء شتويه بكره ما عندك عذر يا فخر العرب، تبغى قفازات يجيبوا لك قفازات، بس بكره نبغى نشوف مستوى افضل من المستوى اللي قدمته قدام الرياض. ما اعني انه محرز كان سيء قدام الرياض، بالعكس محرز حتى لو كان سيء فغالبا راح يكون هو أفضل لاعب في المنظومة، بس أبغى محرز بنفس النسخة اللي شفتها في الشوط الثاني. الشوط الأول قدام الرياض محرز كان بارد شوي، الشوط الثاني محرز سجل هدف، صنع عدد من الفرص لكن اللعيبة اللي معاه ما استغلوا هذه الفرص. بكرة أبغى أشوف محرز بنفس الأداء اللي شفناه في الشوط الثاني، أنا أقدر أوعدك بإذن الواحد الأحد إنه اللعيبة ما راح يقصرون وراح نجيب الفوز من قدام ضمك. توقعاتي لهذه المباراة أنا ميل إنه إن شاء الله الأهلي قادر يفوز في هذه المباراة، متى من المدرب دخل بنفس هذه التشكيلة وفكنا من قناعة روبرتو فيرمينيو اللي الله يرحم أبوك، أتمنى إني بكرة ما أطلع في نفس هذا المكان وأجي وانتقد اختياراتك، وأتمنى إني أجي وامدح اختيارك واستمرارك على ثقتك في نفس الأسماء اللي بدأت فيها في المباراة اللي راحت. عموما ما أطول عليكم في الكلام، جاء الوقت اللي أنتم تشاركوني فيه برأيكم مين هي التشكيلة الأنسب لمباراة الغد، وبرضو توقعاتكم للمباراة مرة واحدة. وإذا عجبك هذا المقطع واستمتعت فيه طلبين بسيطين منك: الأول زي ما تشايفين الآن طالع لك على يسار شاشة شعار القناة، اضغط عليه وشارك وخلينا نوصل أكبر عدد من المشتركين اليوم، وعلمين الشاشة في مقطعين جدا مميزين، اختار أي واحد منهم وعد بإذن الله أنه يعجبك، لا تنسى في ختام كل مقطع تذكر الله عز وجل مقطع تسجيل الأهلي في الانتقالات الشتوية لا يفوتك. صلوا على النبي محمد.